ثاني أكبر مدن البلاد في إيران تنتفض. السبب ليس مؤامرة خارجية أو مندسين أو مخططات إمبريالية، فكما خرج بالأمس مواطنون في بلدان عربية عدة طلبا لحياة كريمة، خرج مواطنون إيرانيون فتك بهم الفقر والجوع والبطالة والضرائب بعد أن انصرف نظامهم إلى التفكير بالتمدد في المنطقة والهروب من مشاكله الداخلية ووأد أي تحركات خارج حدوده تهدد مصالحه. وشملت التظاهرات إضافة إلى مشهد يزد ونيشابور وشهرود وكشمر شعار الموت لأمريكا الذي حمله النظام لعقود للصق مشاكله بالآخرين تحول في ميدان التظاهرات التي لفت العديد من المناطق المنتفضة في مشهد إلى الموت لروحاني والموت للدكتاتور أي مرشد الثورة علي خامنئي. انسحبوا من سوريا وفكروا بنا، هتافات رددها المحتجون في الشوارع، وفيها دعوة للالتفاف إلى الأزمات التي تفتك بهم بدلا من دعم النظام السوري. عدوى التمرد على الوضع المتردي في أصفهان الأسبوع الماضي انتقلت اليوم إلى مشهد، وغدا تنتقل إلى مناطق ومدن إيرانية أخرى، طالما أن نظام تصدير الثورة يمعن في سفك مطالبهم مستخدما أضعف الأساليب ألا وهي القوة والعنف.